الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ما عملت روتين عن ترتيب الأدراج بتاعت البهارات، لقيت إنه البنات يعني رحبوا بالفكرة، فاليوم عاملة برضو روتين صغير كذا، صغير يعني ما هو الروتين الأصلي، بس روتين صغير كذا لنظافة الثلاجة. بعد يوم كامل تكوني عندك ضيوف وده شي معروف، بعد الضيوف خلاص يمشوا، الثلاجة بيكون بمنظر كده لا يطاق، الواحدة بالتعب خلاص تركني كل شيء تلملمي وخلاص تنظف المطبخ وتتخرجي. فنكبسي كده لحد اليوم الثاني، جيت لقيت الصباح الثلاجة بالمنظر ده، زعلت من نفسي شديد، فقلت يلا ما أجل الوقت. فاستخدمت المنظفين دول، المنظفين دول سمحين شديد في نظافة الثلاجة والرخام برضو والأطراف بتاعت الحيطة، يعني المنظف بتاع إزالة الشحوم ده كويس جديد. هو صورت لكم في بداية الفيديو، هنا جيت طلعت كل الحاجات اللي كانت في الثلاجة كلها طلعتها برا، فبديت أنظف. أول حاجة لازم أكون محتاجة لليف، الفرشة، الفرشة دي في المطبخ مهم شديد، حتى أنا ما كنت عندي، يعني إذا أنت ما عندك حاليا عادي، أنا ذاتي ما كنت عندي، فقريب يعني قريب اتعودت عليهم. بنظف ليكي أي وساخة كده في الأركان، مرات إحنا حتى لو غسلنا الثلاجة ما بنقدر نطلعه، وبطلع عليكي اي وساخه في الاجهزه بتاعت الخلاط وغيره وغيره، يعني بطلع لك الاوساخ اللي بيكون بالاطراف اللي صعب انك انت تطلعيه بالليف. بعد ده جيت فضيت الادراج، نظفتهم بالمنظف، وبعدين بعد المنظف نظفتهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، نظفتهم بالمنظف الزجاج بدوله معاه كده نظيفه زي ما وريتكم الفرشه، وبعدين بعد الفرشه بشيل بالليف عشان لو طلع منه وسخ ينضف. اهم شيء في التلاجة الحركة دي برضو، يعني ليا زي السنة كده سنة وشي بعمله عشان التلاجة ما يوسخ، ما شاء الله يعني البيت لما يكون فيه اطفال او ناس يعني الناس افراد الاسرة كتيرة، التلاجة بالشيء الكتير بيكون مبقع وبتضطر انك انت تنظفي كل يوم وتمسحي الاطراف، لا فهنا جيبي ليك اقمشة، في اصلا مفارش بتاعة التلاجة، اذا ما عندك المفارش بتاعة التلاجة، انا ما عندي صراحة، فعندي ملايات خفيفة كده، شفتوا الملايات بتاعت 10 درهم، بيكون خفيف يعني ما تقيل، تجيب الملايات الخفيفة دي تقطعيه بالمقص على قدر طول الأدراج بتاعت الثلاجة، تفرشيهم وتحطي فيه حاجتك. الحركة دي كويسة شديد، كويسة جدا 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 في إنه ثلاجتك أسبوع كامل أو أكتر من أسبوع يبقى لك نظيف. فأنا ده قاعدة أعمل كده، جبت المفرش ده، الملاية دي تقريبا كانت ب10 درهم، جبته لانه خفيف والوانه حلوه، قطعته كده قدر الادراج بتاعت الثلاجه، بعد ده خلاص بقى نظيف وريحته يعني ظريف. استخدمت الحاجات اللي حسخن للغدا طلعته، وهنا الدرج الاخير اخر درج دايما في الثلاجه خليه للحاجات اللي ما قاعد تستخدمي او اوريدي مفتوح، السلطه دايما خليه برضه في الالومنيوم عشان بيحافظ عليه لو انت مقطع سلطه كتيره، وتحت في درج الخضار افرشي المونيوم لانه اول حاجه بحافظ لك على الخضار، وتاني حاجه لما يتوسخ بس تشيله الالومنيوم بتحت بيكون الدرج نظيف ما بتعبك في النظافه. والحمد لله والشكر لله خلصوا سريع سريع، نظافه سريعه للثلاجه. ان شاء الله الفكره بتاعت المفرش يكون عجبكم، والدرج التحت زي ما وريتكم تكونوا خاتين الحاجات اللي اصلا اوريدي فاتحه منه جزء فوق، ودرج الخضار افرشي فيه المونيوم عشان ما يوسخ الدرج. وهنا خلصته واوريكم البلاوي طلع منه، ده كان منظر الحوض بعد ما خلصت النظافة، سريع سريع عديتهم صابون، وحتى يعني مرات نحن بنغفل انه نحن نغسل الفراش ونغسل الخمامة بتاعت الوسخ، اكرمكم الله، غسلتهم كلهم اديتهم شفطة. هنا مخصوص نظفت لكم السيراميك عشان تعرفوا منظف الشحوم ده، إزالة الشحوم ده قوي شديد، أي فاصل في السيراميك بنظفه لك بالمنظر ده. جيت فتحت أدراج المعالق لقيت المنظر لا يطاق، فيلا قلت ما دام أصلا في زمن، الزمن بدري، يلا أنظفه برضو بالمنظف، خليته زي دقيقة بشيل لك أي وساخة، يعني أنت ما بتتخيلي بنظفه لك كيف كان بالمنظر ده معاي، بعد دقيقة دقيقتين كان بالمنظر ده. دايما بجيب الأدراج بتاعت المعالق جيبي له السبات الصغيرة دي، بيكون بالشكل الطويل ده، في مركز الدراهم تلقيه بدرهمين 3 درهم، ما متأكدة من السعر بس حاجة كده دراهم صغيرة صغيرة يعني ما مكلفة، كنت عندي الأعواد بالاستعجال أمس ما غلفتهم، واحد منه بخصصه للمعالق والتاني بخصصه للحاجات الغريبة غريبة زي بتاعة عصارة الليمون والسكاكين الملونة، سكاكين
الملونه دائما بنحبها لانه بيكون ظريف يتقطع الخضار. هنا خلاص الدرج رتبته، درج المعالق رتبته ونظمته، حنمشي. وهنا المعالق اشوفها مرات يعني عندهم فضول يركبوا ما اعرف الرخام ينزلوا، فباخذ لهم شويه كبابي هنا اوريكم. درج المعركة الشرسة معانا دايما بيكون درج القماش، يا الله من الدرج ده. هنا بشيل الألوان الأبيض والخشبي بخطهم بجنبه، والملون بخطه في جزء براه، كده بيكون منظم وانت بتقدر تشيلي براحتك. وهنا القماش اللي هي غريقة تحطيهم بالطرف الثاني لأنه دايما بيكون ضيق. فبعد ده خلاص نظفت الأدراج، كان بالمنظر ده الحمد لله شكر الله، يعني ما بياخد من زمن كتير. وبعد لو رتبتيه بالطريقة دي بترتاحي من ترتيب الأدراج والتلاجة أسبوع أسبوعين. وهنا عندي شو الحاجات الكبيرة كبيرة بخط براهم دايما يسهل لك الدور الأدراج الثانية. وهنا مصاف صغيرة وشوية حاجات قطعات وما بعرف اللي هو الحاجات المعروفة في المطبخ يعني. الحمد لله كده خلصته وغسلت الحوض ونظفته، ما يعني ما اخذ من زمان اقل من ساعتين. نظفت الثلاجة والادراج سريع سريع بطريقة سريعة جدا. وان شاء الله الفيديو يكون عجبكم وما طولت عليكم. مع السلامة.